بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين على قناتنا الجميلة عرب جينو لينكس. طيب ايه اليوم، طبعا اول شيء عذرا على اني انقطعت من اسبوع، خصوصا اني وعدكم انه في دورة متسلسلة. كنت مريض، الحمد لله اليوم تمام، اموري طيبة، الصوت تطلع، ما عندك مشاكل، تبي نصرخ من الحين للصبح الحمد لله. اليوم راح اتكلم عن الكيون، اوكي؟ طبعا درس خفيف لطيف بعد الانقطاع. الكيون عبارة عن مدير نوافذ، تمام؟ مدير نوافذ زي ما اقول لك كومبس، تعرف كومبس؟ اوكي، هذا الكومبس. طبعا انا اضطريت اسوي الدرس هذا لانه في ناس كثيرة كومبس وين راح كومبس، ليش ما يشتغل كومبس بغلب التوزيعات، شافوا انه فيه يعني مشاكل بعدوه، تمام؟ في التوزيعات الغير مستقرة، لو تطلع الديبيان انستيبل راح تحصل موجود على الديبيان انستيبل، تمام؟ عموما نستخدم الكيون ما دام الكيون موجود ومستقر اكثر من هذاك. طبعا الكيون تفوق عليه بحاجتين، انه اكثر استقرار واكثر سلاسة مع ذي النظام. الكومبس افضل منه انه في مؤثرات كثيره، لكن اغلب الناس استخدمه مكعب والبوبلي ويندوز بس، ما في شيء ثاني، اوكي؟ لذلك خلونا نشوف اليوم وش هو الكي 1. اولا خلنا افتح الليسته اللي انا سويتها هنا، اوكي، على اي واجهه يعمل؟ طبعا هذا السؤال دائما اجاوب عليه بالتجربه خير برهان، تمام؟ قبل ما تسال جرب، اوكي؟ في بعض الناس قبل ثبت برنامج قد يسال يشتغل، طيب راكبه، خابس المشكله، طيب راكبه، طيب راكبوا يا اخي، لا هم لا غرب هم احذفوا. طيب بالنسبه للتثبيت، اوكي، التثبيت طبعا طريقه واحده على جميع التوزيعات، اوكي. يهمنا نعرف طريقه التثبيت حاليا على التوزيعات الديبيانيه والغير الديبيانيه، طبعا راح اتكلم عنها الحين، اوكي. طبعا على التوزيعات الديبيانيه كلهم متوفر لكم برنامج سينابتك، هذا الا لبونتو احذفوه، تمام، لكن تقدر تنزله عن طريق المدير البرامج. عموما انت راح تبحث عن الكي 1، اوكي، هذا الكي 1. خلونا اول شيء نفتح اللي هي تيرمينال. طبعا الدرس هذا على بالمناسبه راح يكون طويل نوعا ما، لان راح اتكلم عن راح يكون بشكل عام دليل استخدام وخلاص، يعني مره واحده الواحد يتكلم عن الكي 1، اوكي. بالنسبه للحزمه زي ما انتم شايفين اسمها كي 1 بالشكل هذا، طبعا موجود اسمها الحزم تحت، اوكي، ما عندك مشاكل. لكن اسم الحزمه اللي موجوده على الديبيان واللينكس مينت والابونتو اسمها كي دي ان ويندو مانجر. طبعا يهمك تعرف انه فيه واجهات معينه تعتمد على الكومبز، لو عطلت الكومبز تعطلت هي. من ضمن الواجهات هذه واجهه اليونيتي، تمام، اليونيتي تحاول تركب عليه شيء ثاني. في عندك السينمن والشل اعتقد نفس الحكايه، تمام. هذا عندك اللي هو الكي دي اي ويندو مانجر، اوكي، هذه اول حزمه. بالنسبه للحزمه الثانيه خيريه، تمام، وهي اطارات النوافذ، تمام، مع العلم انه في اطارات نوافذ يعني جميله جدا، لكن جاستن كيس، تمام، فيه اللي هي الحزمه هذه كي 1 ستايل ديكوريتر، اوكي، تمام. طبعا الطرفيه عندي انا قصه امه اليوم هذه، اوكي، بالشكل هذا، هذا اسم الحزمه. احنا ما يهمنا هذا ولا هذا، احنا يهمنا ان نركبهن. طيب نحط العلامه صح وعلامه صح هنا. في حاجه ثانيه مهمه، طبعا بالنسبه لطريقه تثبيت البرامج عن طريق السناب تك مشروعه تحت، ما يحتاج يصير عليك مره ثانيه، تمام. في اللي هو السيستم سيتنجز، تمام، هذا البرنامج خاص بالإدارة البرامج بعقد الكي دي اي، طبعا اسمه بالشكل هذا وموجود اسمه تحت سيستم سيتنجز. طبعا راح تركب الحزمتين هذه ولي الثنتين على اي توزيعه كانت، باي طريقه كانت، الفيدورا والواي يو ام بال شو اسمه بالاوبن زوزه بالزبر او بالياس نفسه، ممكن بالمنتو غيره تركبه نفس الطريقه هذه، تمام، والارتش تعرفون كيف تصرفون. طيب الحين، طيب نزلنا الحزم، ايش راح نسوي بعد ما نزلنا الحزم؟ اوكي، سكر برنامج التثبيت الله يسلمك. طبعا طريقه التثبيت جاست ان كيس تحط علامه صح هنا وبعدين تضغط على ابلاي عشان يثبت، تمام. طيب اغلقنا هذا، كيف نفعل البرنامج؟ اوكي، طريقه تفعيل البرنامج، خل اتاكد اني ماشي بالترتيب اول شيء، اوكي، احنا خلصنا التثبيت. التفعيل الت اف 2 غالبا راح يطلع لك واجهه بالشكل هذا، اوكي، ونافذه بالشكل هذا. بالنافذه هذه راح تكتب كي 1 ريبليس بالشكل هذا، كي 1 ريبليس، اوكي. الكي 1 ريبليس هذا الفائده منه انه يسوي استبدال لمدير النوافذ الحالي بالكي 1. طيب سوي تشغيل، لا 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 لا، اوكي، رجعنا. طبعا انا يشتغل اساسا عندي، اوكي. بعضكم الى الان ما يدري وش الكي 1. الكي 1 عباره عن برنامج راح يعطيك مؤثرات، اوكي. شوف من ضمن المؤثرات اللي راح تصير هذه مثلا المكعب، طبعا اغلب الناس تبي المكعب هذا يعني ما ادري ليش، تمام. هذا المكعب ما عندك مشاكل. في عندك ايضا من المؤثرات الثانيه للنوافذ تلعب كذا.
بعد التفعيل تحتاج انك تحطه في بدء التشغيل. اوكي، في كل واجهه فيه برنامج بدء تشغيل خاص. تمام، انا حاليا استخدم الاكس اف سي. بالنسبه للاكس اف سي سيتنجز راح تروح للسيتنج مانجر، راح تحصل هنا اللي هو سيشن اند ستارت اب اوتو ستارت، وبعدين راح تسوي اضافه برنامج جديد على اوتو ستارت. لحظه وين راح؟ طبعا انا هذا هو نزلته هنا. اوكي، هذا هو موجود هنا. اوكي، اللي يهمك ولازم تعرفه انك عشان تضيف برنامج اضغط زر الايمن هنا اد، وبعدين اكتب اي شيء، اسم الوصف مثلا تكتب كيون مانجر. تمام، ديسكريبشن مو بلازم اللي هو الوصف، وبعدين تكتب هنا نفس الامر اللي حطيناه اللي الت اف 2 كيون ناقص ناقص ريبليس. اوكي، بالشكل هذا تضغط انتر تحفظه. بالنسبه لبقيه الواجهات، كل واجهه ولها طريقه، انت تبحث عن ستارت اب او بدء التشغيل وراح تحصل برامج الاضافه. تمام، او كل ما دخلت فعل الخيار هذا. طيب، وبعدين بعدين راح تحصل الله يسلمك تفتح منيو سيتنجز، راح تدخل على اللي هو الكي دي اي سيستم مانجر هذا. تمام، الروبي يشتغل. تمام، طيب بالنسبه لك اذا كنت على واجهه الكي دي اي مبروك، لانك راح تحصل هذه تلقائيا. اوكي، بعض الناس راح يقول لي ليش قليل الاعدادات، لان احس ركبنا احنا بس عشان بعض الاشياء. بالنسبه لواجهه الكي دي اي هذا مدير التحكم حق واجهه الكي دي اي، في برامج كثيره مهمنا، يهمنا نعرف انه هنا الديسكتوب افكتس. طيب ندخل عليهم. اول شيء التفعيل بس اداره المثلث. اوكي، نجي للاعدادات. طبعا من هنا لازم تكون على علامه صح علشان يكون مفعل. بالنسبه للسرعه هذه مهمه صراحه. كل ما انك حبيت ان الجهاز يكون اسرع مؤثرات زيد سرعته. لاحظ هنا عندي الحين فيري فاست. لو جيت وطبعا ما راح يبين هنا لانه هذا، لكن لو صغرت النافذه راح تلاحظ انه ما يبين انه في مؤثرات بسرعه، بينما لو حطه مثلا فيري سلو راح تشوف انه يختفي شوي شوي. شايف؟ طيب هذا زي ما شايف هنا، طبعا هو افتراضيا نورمال. تمام، لكن اذا حاب انك تسرع شوي ما عندك مشاكل. اوكي، هذا بالنسبه للسرعات. نجي نلم الاول افكتس. طبعا هنا فيه المؤثرات، لكن قبل راح ادخل على الادفانسد لانه هنا في شغله مهمه. بعض الاجهزه تكون بطيء فيها المؤثرات، اعمل الغاء التخصيص هذا او الخيار هذا بحيث انه يعطيك سرعه اكثر اذا لغيته. تمام، طيب وبعدين يا استاذي العزيز راح ندخل على بدء التشغيل. اوكي، مؤثرات. اول مؤثر يهمنا نركز عليه هو المكعب، لانكم تبونه كلكم اكيد. انزل دور على ديسكتوب كيوب. تمام، حط على علامه صح، حط على ديسكتوب كيوب انيميشن علامه صح، حط على ديسكتوب جريد علامه صح. طيب طبعا ديسكتوب جريد تختلف عن الكيوب، لكن راح اشرح لكم اياها الحين. الان لما نقلب هنا راح تلاحظون انه سطح المكتب يتقلب عندي بالشكل هذا. طيب هذا بالنسبه لي الديسكتوب كيوب. لو انك جيت هنا نظرت انه فيه بعض المؤثرات الخاصه بديسكتوب كيوب راح نتكلم عنها الحين هنا. طيب في هنا الخصائص الخاصه بديسكتوب كيوب. طبعا الكيوب مكعب، لو حطيت على الديفولت تضغط على كنترول اف 11. تمام، لو سوينا اوكي الحين راح اضغط على كنترول اف 11 وراح يطلع لك المكعب، لكن انا ابي الكنترول اف 11 لانه مشوار، ممكن احطه الت مسافه. اوكي، طبعا لازم تعرف ان الاختصار هذا لازم يكون غير محجوز بالنظام. اوكي نضغط على ابلاي، نجي نسوي الت مسافه. على يا جميل انت. طيب في عندنا شغله بالديسكتوب كيوب هنا، لو دخلنا في عندنا الاوباسيتي اللي هي الشفافيه، لو حطينا 100% راح تلاحظ انه المكعب غير شفاف. شايف؟ حسب تفضيلاتك، مع العلم انه كل ما زادت الشفافيه زاد استهلاك المعالج وموارد الجهاز عندك، لذلك اذا كنت جهازك ما يستحمل لا تسوي مؤثرات كثيره. اوكي؟ لاحظ انه يعني مو بسلسة قبل شوي. عموما هو تقريبا بالسبعينات، ما ادري خلينا نحطه 75. في هنا اللي هي دو نوت تشينج اوباسيتي اوف ويندوز. تمام؟ لو تلاحظ النوافذ الحين عندك شفافه، لو حطيت علامه صح هنا النوافذ اذا رحت بالشكل هذا ما راح تكون شفافه، راح يكون مكعب شفاف بس النوافذ غير شفافه. شيء طيب، ممكن ان نرجع نحط علامه صح نشيلها. طيب في عندك هنا الريفلكشن وهو الانعكاس، هذا اللي هو اسم سطح المكتب تبي ينعرض او لا، هذا اللي هو النوافذ هل تبي تصير قدام المكعب ولا لاصقه. انا حاطه قدام المكعب، لاحظ الحين انه راح اللي هو تحت الانعكاس، كان في منطقه هنا في انعكاس. تمام، اسماء اسطح المكتب راحت، وايضا النوافذ صارت على الحائط نفسه. اوكي، انت ممكن تتراجع عن طريق انك تروح هنا ثم تحط صح صح صح، ثم تروح تضغط على اوكي، وبعدين تروح تجرب. راح سطح المكتب طلع اسمه هنا، سطح المكتب 4 3 2 1، راحت هذه قدام. طيب هذا بالنسبه لي المكعب. طبعا باقي شغله ثانيه اللي هي الخلفيه.
خلفيه زي ما تشوفين في عندي هنا مجره، اوكي. اذا حاب يكون عندك خلفيه طبعا من هنا تضغط عليها وتختار صوره، ادخل على اي محرك بحث صور واكتب جالكسي اطلع لك مجرات كثيره. طيب ممكن اروح لادفانسد من هنا، في هنا اللي هو البعد، طبعا هذا اللي يهمك من هنا اللي هو البعد، ممكن تزيد البعد من هنا بحيث انه يكون بعيد جدا المكعب. لاحظ المكعب وين اهلك وين، اوه يا عيال هناك انا وين رحت انا، اوكي. طيب طبعا ممكن ترجع عن طريق انك تروح لهذي هنا وبعدين تقول كذا، اوكي. طبعا بالنسبه للسفير اذا كنت تستخدم غير المكعب، لانه في مؤثرات هنا غير المكعب، انه ممكن يكون في سلندر اللي هو اسطواني، ممكن تستخدم سفير اللي هو كروي. طيب ما في شيء معين هنا نتكلم عنه. في شغله اللي هي سطح مكتب اللي هو المكعب فوق السطح هذا، طبعا افتراضيا راح يطلع لك مكتوب لك شعار الكي دي اي فوق وتحت، كيف تغير هذا الشعار؟ ادخل على مدير الملفات، اوكي، ثم ادخل على طبعا روت النظام، اوكي، راح لم يوزر، وين راح اليوزر، يوزر ثم شير اعتقد اب، اوكي، لا كي دي اي، اوكي شير كي دي اي، وبعدين تروح لم ابس، بعدين تروح لم الكي ون، بعدين راح تحصل هنا في صوره، هذه الصوره الافتراضيه، اوكي. جيب اي صوره، اي صوره حاب تحطها فوق، اوكي، وعطها الاسم هذا وينه، اسمه اللي هو كيوب كاب. طيب كيف تعطيه الاسم؟ اساسا انت هنا ما عندك صلاحيات انك تتحكم بالمجلد هذا، ادخل عن طريق الطرفيه، تمام. جيب اي صوره، لنفترض راح اي مكان، يعني ممكن تروح لم الصور هنا، طبعا ما بدخل مجلد الصور، في صور خاصه، لكن ممكن تجي هنا تكتب سودو سي بي اسم الصوره سي بي، وبعدين حط مسار الصوره، وين موجود الصوره؟ موجوده بالهوم عبد المجيب مثلا 1.jpg، وبعدين وين راح تودي؟ طبعا هذا السي بي خاص بالنسخ، تمام، خلونا نكبر هذه، بعدين حط يوزر شير الى اخره اللي هو المسار هذا، انسخه والصقه هنا واضغط انتر، راح يسوي استبدال للصوره وخلاص راح تكون عندك الصوره موجوده فوق. طيب طبعا لما تسوي هذه سوي اعاده تشغيل الواجهه عن طريق اللي هو كي ون ريبليس. شاي اخضر اليوم، اوكي. نجي الحين لم تعطيه تحكم بالسرعات، خلاص مكعب، خلفيه، سطح، ارضيه، اهتزاز النوافذ، حركات الرقصات هذه، وين راحت النوافذ؟ وبلي ويندوز، وبلي ويندوز، اوكي، هذا الوبلي ويندوز طبعا، حط عليه علامه صح هنا علشان يصير عندك اللي هي المؤثر هذا. طبعا انت ممكن تدخل هنا على الوبلي ويندوز وتزيد، لو تزيد هنا مور راح يعطيك اللي هو يعني ليونه اكثر، اوكي؟ الشغله دي محتاجه ليونه. طيب ندخل على الاعدادات هنا ونصغر شوي، طبعا اذا حابب انك تلعب زياده ممكن هنا تجي وتزيد هذا، تجرب وش راح يصير، تمام. لكن انا ما انصحك تعدل بالاعدادات ذي، لانه بيكون في عندك احيانا مشاكل، تمام، الا اذا انت رجعت بتمخمخ، يعني انت ممكن تقول كذا راح تلاحظ انه راح يطول موضوع المياعه، يعني ممكن نقعد الى بكره احنا ننتظر يوقف، وقف. طيب فاحسن شيء انك تستخدم اللي هنا الاعدادات الجاهزه من هنا. طيب طبعا انا بصراحه ما احبه لكن شغله عشان الدرس. طيب في مؤثر ثالث بتكلم عنه اللي هو اهتزاز النوافذ، لا اوكي. طبعا بقيه المؤثرات اذا حبيت تشغله بس حط عليه علامه صح وجربه ما عندك مشاكل. يعني لو حبينا مثلا نشغل فول ابارت، الفول ابارت هذا عباره عن مؤثر لما تسكر النافذه يصير فيها تقطيع، تقطع النافذه، اوكي. خلينا نفتح نافذه جديده، هذا التيرمينال لو سكرنا الحين راح تلاحظ انه صار في تقطيع، ما احب المؤثرات اللي تطول، يعني بمرفضي اللي تحضرها تخلص. هذا بالنسبة للمؤثرات ممكن تدور عليهم واحد واحد، اوكي. في عندنا شغلة ثانية وهي إطارة الإطارات، حلوة، إدارة الإطارات. طبعا لأنه الكي ون هو المدير للإطارات كالحالية اللي هي هذه، فلازم تغير شكله. كيف تغير شكله؟ ادخل هنا على الورك سبيس ابييرنس، تمام، دبل كليك، تمام، واختر أي إطار تبيه من هنا، تمام. في إطارات كثيرة، ممكن أنك تضغط على جيت نيو ديكوريشنز وتلقى إطارات جديدة هنا، اوكي. اضغط على انستول بس وحمل الاطار اللي تبيه وخلاص حصله موجود هنا. لكن في اطار الاوكسجين وهو الاطار الاكثر قابليه للتخصيص، لذلك انا استخدمه. لو ضغطت على كونفيجر ديكوريشن من هنا راح يعطيك خيارات كثيره. اول شيء اضغط على شو ادفانسد علشان يعطيك
إمكانية إنك تستخدم خيارات متقدمة. بالنسبة للبوردر سايز وهو حجم الإطار ممكن تزيده من هنا إلى هيوج، تضغط على أوكي راح تلاحظ إنه عندك الإطار صار عريض. أوكي طبعًا أنا ما أحب الإطار الكبير إلا بواجهات الكي دي إي لأنه يعطيني شفافية وحركات حلوة. أوكي لذلك أنا راح أستخدم نو سايد بوردر بحيث إنه يكون مع الجوانب ما في شيء مرة ملق. أوكي نروح هنا مرة ثانية. بالنسبة لي العنوان هل تبي بالنص؟ هذه سنتر بالنص، سنتر فول ويث يعني يعطيك بالنص لكن أعتقد إنه يتمدد. أوكي هذا موضوعه لكن أعتقد إنه يتمدد تمام. وفي عندك اللي هو الرايت اللي كنت تبي باليمين، عموما أستخدم ليفت لأن الواجهة عندي بالإنجليزي. باتون سايز اللي هو زر الأزرار حجمه ممكن نحطه يا ووج وشوف إيش راح يصير. ناظر كبر الزر يا حبيبي يا حبيبي يا مشخلعنا يا مدلعنا. طيب ممكن تيجي هنا وتحط على نورمال وتخلي عنك اللعب. طيب في عندك الفاين تيونينج هذه بالنسبه لي الاطار حاليا انا ما استخدم الاطار العادي. خلونا نروح لاوت لاين اكتب شودو اصبر فاين تيونينج. اوكي طبعا هو افتراضيا هذا شكله زين. فاين تيونينج هذا ايش الفائده منه؟ ممكن يعطيك الوان معينه، ممكن تحط سوليد كالر يعطيك لون يعني واحد تمام، ياخذ اللون الخلفيه الاساسي ويحطه. في عندك هذا هو الافضل انك تستخدم اللي هو فولو ستايل هنت بحيث انه يكون نفس لون الستايل الخاص بك. ممكن تحط اللي هو راديال جراديانت بحيث انه يعطيك زي ما شايف يعني كيف اشرح لك تدرج. طيب طيب بالنسبه للفاين تيونينج هنا فيه خط، هل تبي يطلع خط ولا لا؟ في هنا نيفر راح يشيل الخط اللي موجود هنا، شوف راح الخط تمام. فاين تيونينج راح نرجعه نخليه سلي وبعدين اولويز درو وهذه دائما يكون في خط. بالنسبه لي الخيار هذا الاوت لاين لو حطيت عليه علامه صرح اسوي لك الشغله هذه اللي عندي زي ما انت شايف حط لك هي. طبعا عجبتها صراحه لانه تعطيك الوان اكثر لذلك استخدمتها. نروح للشو ادفانس مره ثانيه. في انيميشن هنا هل حاب تفعلها ولا لا؟ بكيفك الانيميشن الخاصه بالازرار لما تمرر وشغلات زي دي. طيب الشادوز اوكي الظل زي ما انتم شايفين في ظل هنا كبير، ممكن تتحكم بحجم الظل من هنا تحطه 100 اي شكله ما في 100 99 اخر شيء. طيب 99 99 راح تلاحظ انه الاطارات عندي صارت اعرض شوي عفوا الظل تمام. ممكن تجي هنا تختار اللي هو انر كلر اللي هو اللون الداخلي اسود الاوتر اسود. اوكي لاحظ انه صار اسود اسود جدا تمام. لذلك ممكن انك تتحكم بتدرج اللي هو بدايته ونهايته. اوكي نجي هنا مره ثانيه نخليه على ما هو عليه قبل شوي كان بالشكل هذا تقريبا. اوكي ما بلس. طيب ندخل الحين على هذه مره ثانيه ثم ندخل على الشادوز. اكتف ويندو جلو هل تبي يكون في النافذه الناشطه فيها شيء ولا لا؟ طبعا ممكن تشيل الخيارات او انك ما تشيلها اوكي على راحتك لانه في فرق ما بين النافذه والدروب داون شادو. دروب داون اللي هي النوافذ هذه طبعا ما راح يكون في امكانيه انك تشوفها لان استخدم على ما استخدم الكي دي اي نفسه لكن على الكي دي اي راح تشوف الميزه هذه. طيب في عندنا فاين تيونينج خلصنا. في عندك ويندو سبيسيفيك اوفر رايد طبعا هذا اذا حاب تخصص نافذه معينه. ديتكت ويندو بروبرتيز من هنا اضغط على نوع النافذه راح يعطيك اسم النافذه. اوكي انت فانا ممكن استخدم سيستم سيتنجز اعطيه خيارات خاصه به بحيث اني مثلا اعطيه بدون حجم نو بوردرز. اوكي اوكي لما اجي طبعا انا صار عندي مشكله هنا اعتقد ما زبطت معي هذه كلاس نيم كلاس اعتقد انه راح يضبط الحين. اب طيب عموما اعتقد المشكله اني ما بستخدم كي دي اي. لذلك انت ممكن هنا تضيف بعض القصائص الخاصه ببعض النوافذ بحيث انك تضغط على نافذه معينه بالشكل هذا يعطيك اسم النافذه ثم تستخدم اسم النافذه للتخصيص له. يعني ممكن اني اشيل اطار خاص بالبرنامج هذا والى اخره تمام. طيب في باقي شغله ولا شيء؟ اطارات تحكم الظل تلوين انت حطيت لون هنا كيف تحكم باللون هذا؟ ارجع ادخل على ابلكيشن ابييرنس من هنا ثم ادخل على كالوز تمام. في عندك الوان هنا ممكن تجيب الوان اللي تبي جيت نيو سكيمز او انك تدخل على اوبشنز كالوز من هنا ثم تروح لل اكتف هي اعتقد اكتف تكست لا
سيلكشن لا مو بذي هذه سيلكشن باك جراوند لا يا راجل شكلها ذي هي خلينا نجرب هذه هي لا اوكي يلا الحين شوف ظاهر اني كنت استخدم اللون هذا فانت كنت احط اللون اللي تبيه بالشكل هذا الى هنا تقريبا قدرنا اننا نعطي ما اعطينا شيء تعال اصبر تخربون على جهازي وتروحون شباب او شباب اريك ثاني وياك الحين المهم زين هو بالحيل ما ادري ايش صار علي راح تفهمه بعد شوي الى هنا انتهى درس اليوم ما بعد انتهى درس اليوم سيلكشن باك جراوند سيلكتيف ان اكتيف الراح اخي هذا هو بوتون لا يا جماعه انا نسيت مو اخترت اكتيف تايتل بار والله يمكن هو هذا هو اكتيف تايتل بار طيب راح ناخذ اللون هذا اي الحين اقدر اقول لكم اذا هنا انتهى درس اليوم الدرس طويل لكن عشان اعطي الكي 1 حقه للمستخدمين كلهم سواء على الكي دي اي او الواجهات الثانيه ولا احد يسال مره ثانيه عن اي مؤثرات سطح المكتب لان هذا هو البديل للكومبز واشوف انه بديل جميل جدا طبعا 21 دقيقه طويله جدا الله يعينكم على مشاهده الفيديو نشوفكم ان شاء الله بعدين في امان الله.